أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا وتمكنت من تحرير أعلى قمم جبال هيلان الواقعة إلى الغرب من مأرب والمتقسمة لمحافظة صنعاء. اندلعت معارك عنيفة فجر اليوم بين رجال المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح في حي كلابة بتعز، في حين شنت مقاتلات تحالف غارة على مواقع المسلحية الحوثي في البرح والكسارة. ذكرت مصادر محلية أن قوات التحالف العربي نفذت عملية إنزال جوي لشحنة ثالثة من الأدوية والمساعدات الطبية تزن نحو 4 طن في جبل الصبر شرقي مدينة تعز. بدأت ظهر اليوم حملة أمنية ضخمة تشارك فيها وحدات من قوات الجيش الوطني والأمن العام والتحالف العربي بمديرية البريقة بعدن، وصاحب ذلك تحليق لطيران الأباتشي على علو منخفض فوق سماء المدينة. ومن المتوقع أن يتم مهاجمة أهداف لخلايا مسلحة تتخذ مواقع سرية لتنفيذ عملية الاغتيالات التي تطال رجال الجيش والأمن قيادات في المقاومة الشعبية. وقد باشرت فرقة متخصصة من قوات التحالف والأمن العام عمليات نقل متفجرات وعبوات ناسفة عثر عليها داخل معمل لتصنيع المتفجرات بالبريقة بعدن يوم أمس، وقام الفريق بنقل المتفجرات إلى خارج المدينة بحسب مصادر مطلعة. تواصلت المعارك بين رجال المقاومة الشعبية والمسلحين الحوثيين في مديرية حزم العدين بمحافظة إب، وتركزت المعارك في جبل الشق والمخزوقة ونجد الفرقد وهياج الرهضة، وهي مواقع تسيطر عليها المقاومة. وفي مديرية قعطبة بالضالع قتل وجرح عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح في قصف مدفعي نفذته المقاومة الشعبية في جبهة حمك على مواقع وتجمعات الانقلابيين في نقيل الخشبة. أصدر رئيس الجمهورية قرارين بتعيين العقيد منصور عبد الله ثواب قائدا للواء 28 في منطقة ميدي بحجة وترقيته إلى رتبة عميد، وتعيين العقيد محمد عبد الله العوني أركان حرب للواء 35 بتعز. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في تصريح صحفي إنه لم يتم تحديد موعد للمحادثات المقبلة بين الحكومة والانقلابيين حتى الآن، وإنه يجب عدم التسرع في عقدها مثل جولة المحادثات السابقة والتي حدثت فيها أخطاء نتيجة لذلك التسرع حد قوله.